في ختام زيارة العمل الذي قام به وفد من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بقيادة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إلى البلاد والتي استمرت لأيام معدودات، حيث توجت هذه الزيارة بهذا المؤتمر الصحفي المشترك بين الوفد الزائر ووزير الشؤون الخارجية شريف محمد زين. وقد أكدت رئيسة الوفد خلال هذا المؤتمر بأن زيارتها كانت تهدف على الإطلاع على كافة القضايا التي تتعلق بتطوير المرأة واللاجئين بالأساس، فيما أكد وزير الخارجية شريف محمد زين خلال مداخلته في هذا المؤتمر الصحفي عن امتنانه البالغ من هذه الزيارة. وعند إجابة لها لتلك الأسئلة التي قدمت من قبل الصحفيين حول ما إذا كان هنالك إمكانية للأمم المتحدة تقديمها مساعدات ودعم للحكومة التشادية في قضايا تمكين المرأة واللاجئين، أكدت أمينة محمد على أن الأمم المتحدة لها مخططات لمساعدة تشاد في كافة المجالات خاصة قضية اللاجئين والمرأة وصحة.